شو بدنا نعمل؟ بتعرف كنت حابة أعمل إيفال معك لأنه أنت بتغني إنجلش. يا حبيبي بتغني. قلت لي ما بدك تخاطر بالإنجلش، بس صوتك حلو بالإنجلش. بس رح غني إنجلش، مش إنجلش، إسبانيول. أنت ومين إيفالك أنت وحنان؟ حلو. حنان كتير بتشتغل. أنا قلت لها رايحي حالك حبيبي، ما بيسوى الآن. أنت اشتغلي وعملي اللي عليك. بعرف بس إنه حلو كمان ننسق نعمل فكرة حلوة. ما كل جمعة بصير أصعب من جمعة. نسقت أنا اخترعت فكرة وحبتها هي. ليك أنا كمان فكرتي أنا وهيدي حب يعني أنا اخترعتها. إيه بس الفكرة إنه هيدي قعدت معك قلت لك هيك. حنان حبيبتي تكي تكي راسي عم بيجعني، بس خليني آخد بانادول وبرجع لك. برجع لك يا حنان. قصة حياة. حبيبتي انا تعبانه بس تكي بروح نام، وعلى بكره ولا نشتغل. يا حنان ثواني عم ظبط حالي وانت لا قاعد جنون. لا رجلي عن جد ماني بالمود. شوف انا بطلع على البيانو بس كون بالمود. بطلع بدي بيانو بس كون مودي على بالي دق بيانو، مش انه لانه بدي دق. بقول لك شغله، قومي ركزي على درسك، روحي ركزي على درسك، ركزي على غنيك. لا ما بدي. بدك تطلع نومينات؟ بلا رح اطلع. بدك ولا ما بدك؟ لا ما بدك؟ ايه فوتي اعملي ايفال مثل الخلق. طيب انا ايه معي فوت. اغاني ما بعرف شو عم بحلق. وين ما بال؟ تقعدي انت وما بال، مش ما بال معك؟ تقعدي انت وما بال تشتغلوا. ليه كله خلص ايفال وانت ما خلصتي؟ انا خلصت ايفال ومروان بيحبوا مدري وين. شو؟ ما تعصبي يا مبال، يا مبال انت اشتغلي. لا مش قصة هيك، بس انه ما لقيت حدا غير انه حنان بقيت لوحده. وحنان مدبرسة خلص، قال طالعة نومينيه ما بدش تشتغل، ما بدها تعمل شيء، وانا رح اكلها بالنهاية. يعني انا اللي بدي اوصل رح اكلها، وما بدي اوصل لهالمرحلة. بيصير نعمل ايفال معك معك انت كمان؟ انه ترجع تعمل ايفالتين ما بدي. انا اصلا ما بنبسط انه تنجبر تشتغل ايفالين انت يا حبيبي. مش انجبر، انا كنت حاب اشتغل معك لانه انجلش، بس هالايفال وانا مش عامل منيح بالبرايم، سو لازم اعمل كتير ايفال كتير منيح، وما لازم خاطر. يعني انا رح غني اعطي كل ما عندي بهالايفال. وانا بعرف يعني انجلش وعربي، واذا في تركي بغني وكله، مشان بس امنع هاللحظه وبعدين برجع بعطيها توب، لانه اغاني البرايم اللي اعطينا اياهم كثير حلوين. بايدي قا شو وعي انت بالستار اكاديمي. بيخلص الوقت بسرعه، بيخلصوا الفرص. ما فيك تعطي، ما في اذا طلعت نومينيه وفليت ما تندمي. انا كيف كنت عم ضيع الله ضيعت وقت، ويا الله ما حضرت ايفالي. رح غني مثلا. انت شو بترتاح تغني اكثر شيء؟ مغربة؟ ثلاث أغاني، بس عن جد مش تتحكى لي. نقي لك ثلاث أغاني؟ إيه نقي. حنان شو ما تقول لها إيه كتير حلوة. مهم أنت تعطي الفكرة. كل شي بينبع من غيرك حلو عند حنان. ما معي حق؟ توتي على الحمام انت. لا عن جد بالشاور. عن جد انه ما بدي اكلها بالنهاية. انا عندي هدف بدي اوصل له، وحنان عندي هدف، بس حنان نقطة.